النشرة الرابعة من قناة ليبيا، حياكم الله، والبداية مع أبرز العناوين. وزارة التعليم تجدد حرصها على سلامة المعلمين والطلبة في ظل جائحة كورونا. تسجيل 697 إصابة بكورونا و 617 حالة شفاء. وإقفال سجل الناخبين لبلديتي الرجبان والزاوية الغرب. إلى التفاصيل، أكدت وزارة التعليم بالحكومة الليبية حرصها التام على سلامة معلميها وطلابها وتعاملها بشكل شفاف مع أي مستجدات أو تطورات حول الوضع الوبائي في البلاد. وأوضحت الوزارة أنه ضمن خطة متابعتها للوضع الصحي بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الطبية الاستشارية العليا لمكافحة وباء كورونا، ومن خلال ما ورد بكتاب مدير مستشفى مسا حول رصد بعض الحالات بالمنطقة، فقد تم إحالة الأمر إلى اللجنة الطبية المختصة للدراسة والتوضيح وإصدار التوجيهات والتوصيات الاحترازية للعمل بها. كما وجه مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم كتابا إلى مراقبي التربية والتعليم طالبهم فيه بالتوجه يوم الاثنين المقبل إلى مخازن التعليم في بنغازي لاستلام الدفعة الثانية من الأدوات الوقائية المخصصة للمؤسسات التعليمية. وأوضح الكتاب أن الأدوات الوقائية تشمل أجهزة إلكترونية لقياس حرارة الجسم ومعقمات الأيدي. وجه مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم كتابا أمس إلى مراقبي التربية والتعليم بشأن جهوزية صرف العهد المالية المخصصة لمديري المؤسسات التعليمية. وجاء في الكتاب أن هذه القيمة مخصصة لغرض الصرف منها على أعمال النظافة خلال العام الدراسي 2020-2021، وستتم إحالة مخصصات كل المراقبات بدءا من الأسبوع المقبل. عقد وزير التعليم بالحكومة الليبية فوزي بومريز اجتماعا بمجلس جامعة جدابيا، وذلك للوقوف على بعض العوائق في بداية العام الدراسي الجديد. وقال رئيس جامعة جدابيا محمد بوحليقة إن الاجتماع مع وزير التعليم جاء في إطار دعمه لهذه المؤسسة والاستماع لآراء وملاحظات العمداء فيما يخص جائحة كورونا وتنسيب الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية. عقد اجتماع مع السيد معالي وزير التعليم بالحكومة الليبية، ضم مجلس الجامعة حيث تم تدارس المشاكل التي تعيق بداية العام الدراسي 2021. استمع السيد معالي الوزير لمشاكل الكليات المتعددة، خاصة نحن في جائحة كورونا. تدارسنا المعوقات لبداية هذا العام الدراسي، وخاصة فيما يتعلق بتنسيب الطلاب للكليات، وخاصة كلية الطب البشري وكلية طب الأسنان، حيث من المعروف أن النسب هذه العام كانت مرتفعة كثيرا. فلذلك تم الاتفاق على أن ضوابط التنسيب التي ستصدر من وزارة التعليم سيتم تحديد فيها تقريبا نفس نسب العام الماضي. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 697 إصابة جديدة بكورونا و 617 حالة شفاء وخمس وفيات أمس. المزيد عن الوضع الوبائي المحلي لنهار أمس نتابعه في هذا التقرير.
عدد جديد لإصابات كورونا في ليبيا يضاف لسابقها. الخميس سجلت البلاد 697 إصابة، منها 467 جديدة. الإصابات المسجلة حسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض سجلت من أصل 3975 عينة. أما الصدارة في المدن الأكثر تضررا بالفيروس فكانت لطرابلس التي سجلت لوحدها 282. حصيلة الخميس شملت أيضا المتعافين والذين بلغ عددهم 617 حالة شفاء على مستوى ليبيا، تم تسجيلها في 14 مدينة. وطرابلس أيضا كان لها نصيب الأسد من أعداد الشفاء، حيث سجلت 307 حالات. أما الوفيات المسجلة يوم أمس فقد بلغت 5 وفيات في كل من طرابلس وقصر بنغشير والخمس وصبراتة. وبذلك يكون إجمالي الإصابات في البلاد لحد الآن بلغ 89,880، منها 28,763 حالة نشطة. أما المتعافون فقد تم تسجيل 59,839 حالة شفاء على مستوى ليبيا و 1,278 حالة وفاة. فالحيطة والحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية هي سبيل الواقي والحامي من هذا الفيروس حالياً. أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة تسجيل 28 إصابة جديدة بكورونا أمس الخميس. وقالت اللجنة في تحديثها للوضع الوبائي داخل البلدية إن مصراتة سجلت أيضا 40 حالة شفاء دون تسجيل أي وفيات، وبذلك تكون الإصابات المؤكدة في البلدية قد بلغت 7596، منها 1203 حالات نشطة. أما إجمالي حالات الشفاء فقد بلغ 6146 والوفيات 247. قام فريق طبي من فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في جدابية بزيارة إلى بعض المدارس الواقعة في نطاق البلدية، وذلك لتوعية المدرسين والتلاميذ بعملية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا في المؤسسات التعليمية تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد بهدف الحفاظ على صحة الجميع. نظمت مؤسسة أيادي الخير للإغاثة والأعمال الإنسانية بحي الأندلس بالتعاون مع إدارة مكافحة الإيدز بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض سلسلة من ورش العمل العلمية والعملية بعنوان التعايش مع كوفيد-19 والإجراءات الاحترازية في المؤسسات التعليمية، حيث استهدفت بهذه الورش ناشطات المجتمع المدني وعدد من الاختصاصيات والكوادر التعليمية في المؤسسات التعليمية في نطاق بلدية حي الأندلس الكبرى لتعزيز الوعي الصحي وكيف كيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية في العودة الآمنة للمدارس، وذلك بعدد من المحاضرات أبرزها مستجدات كوفيد-19 ومكافحة العدوى بالمؤسسات التعليمية والإجراءات الاحترازية وآلية التعايش مع جائحة فيروس كورونا أثناء الدراسة. طلع وزير الصحة سعد عقوب خلال زيارة أجراها أمس إلى مركز طبرق الطبي على العمليات الجراحية التي أجريت لبعض المرضى بقسم جراحة القلب المفتوح. عقوب وخلال زيارته التي رافقه فيها مدير عام مركز طبرق الطبي فرج الجالي أثنى على دور المركز وكافة العاملين فيه، وخاصة أن مثل هذه العمليات النادرة تجرى مجانا وبدعم مباشر من لجنة توطين العلاج ووزارة الصحة ومجلس الوزراء. أتممت إدارة المركز في إطار توطين العلاج 18 حالة مرضية لقلب مفتوح من كل بلديات شرق ليبيا. لما شفنا الناس مثلا اللي موجودة وشفنا الإمكانيات المتواضعة والظروف اللي يمر بها المركز والظروف اللي تمر بها البلاد وتوجد توطين العلاج أن تقام عمليات قلب مفتوح وأيضا عمليات جراحة مخ وأعصاب داخل هذا المركز، كلها في إطار توطين العلاج في الداخل بدعم مباشر من وزارة المالية بتعليمات من معالي رئيس الوزراء.
إذا هذه الإجراءات اللي تتم كلها لصالح المواطن، المواطن يجري عمليته قريب من أسرته، لا يعاني متاعب السفر ولا الطيران ولا غيرها. كل هذه الإجراءات وضعت من استراتيجية وضعتها وزارة الصحة من عام 2018، وبدينا نطبقوا فيها من خلال اللجان الخاصة بتوطين العلاج في طبرق وفي بنغازي. توطين العلاج هذا مدعوم مباشرة من وزارة الصحة ورئيس الوزراء، والموضوع هذا يوفر كثير على الجهد وتعب على المواطنين من خارج البلاد، ونحن لنا تجربة سابقة فيه، والحمد لله مشان ضربنا في الورشة الماضية 10 عمليات قلب كبار، والآن مقارب على 20 عملية. فهذا نستمر، إذا كان استمر هذه البرامج حتريح المرضى من مختلف مناطق ليبيا، ممكن شفتوهم في حتى من الكفرة يجروا مثل هذه العمليات بأيدي ليبية بشباب كلهم. نحن بالإضافة أن نوفروا على الدولة مصاريف برا وصعوبة تنقل المرضى، بالإضافة أن أمور تعليمية وتدريب لأطباء المقيمين. فهذا موضوع إن شاء الله يستمر دعمه، موضوع كبير جدا ونحن قاطعين فيه شوط كبير. إن شاء الله حنحاولوا ندخل كل الأيام القادمة إذا كانت توفر بعض الإمكانيات على القلب للأطفال. انطلقت في مجلس التخصصات الطبية بمركز طبرق الطبي امتحانات القبول لمادة النساء والتوليد. وفي تصريح لقناتنا قالت مشرفة الدراسات العليا بقسم النساء والتوليد الدكتورة إيناس المبروك إن عدد المتقدمات لامتحانات القبول بلغ 5 طبيبات بمركز طبرق الطبي. تم اليوم الحمد لله إجراء امتحان القبول لمادة النساء والتوليد، متقدمين من الطلبة طبيبات، كان 5 طبيبات، وتم من يومين فاتن إجراء الامتحانات الزمالة العربية للجزء الأول، وكان المتقدمين 5 طبيبات، ونتمنى التوفيق للجميع. أجرى مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة العقيد شريف جويدر جولة تفتيشية على الأقسام والمراكز والوحدات التابعة لمديرية أمن بنغازي والإدارات العامة الواقعة في المدينة، إضافة إلى التمركزات الأمنية بمختلف الشوارع الرئيسة، وذلك تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية إبراهيم بوشناف بشأن عمل أعضاء هيئة الشرطة وفقا للقانون والتحلي الدائم بالضبط والربط. هذا وأكد العقيد جويدر أن الأمور كانت في مسارها الطبيعي مع تسجيل عدد من المخالفات وإحالة أصحابها للحجز القانوني الخاص بانضباط الشرطة. أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عن إقفال سجل الناخبين لبلديتي الرجبان والزاوية الغرب يوم أمس الخميس. وأوضحت اللجنة المركزية في منشور على صفحتها الرسمية أن يوم الصمت الانتخابي سيكون 20 من ديسمبر، فيما سيكون يوم الاقتراع 21 من الشهر الجاري. عقد فريق الدعم اللوجستي باللجنة المركزية لانتخاب المجالس البلدية أمس اجتماعا موسعا مع شركة بريد ليبيا، وذلك في إطار الإعداد والاستعداد لانطلاق العملية الانتخابية بالبلديات. الاجتماع تناول آخر التطورات الحاصلة في عملية نقل المواد الانتخابية والاطلاع على أبرز المعوقات والمشاكل أثناء عملية النقل، وكذلك العمل على إيجاد أفضل السبل لوصول المواد في الموعد المناسب دون أي تأخير. احتفت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية باليوم العالمي لحقوق الإنسان، مشددة على أن هذه المناسبة تعد فرصة للتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات، إلى جانب ممارسة حقهم في التعبير عن إرادتهم الحرة واختيار من يمثلهم في إدارة شؤونهم المحلية والاستحقاقات الوطنية. اللجنة المركزية أعربت عن تقديرها لجهود كل المؤسسات الداعمة لعملها ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني. نشرتنا مستمرة وفيها بعد هذا الفاصل. وصول سيولة نقدية لمدينة بني وليد قادمة من مركز طرابلس.
أهلا بكم من جديد. أعلنت إدارة مطار بنين الدولي انطلاق الرحلات ما بين بنغازي وتونس عبر طيران البراغ بمعدل 3 رحلات أسبوعيا اعتبارا من الأسبوع القادم، مع اشتراط تحليل PCR من أحد المراكز المعتمدة بصلاحية 72 ساعة للمسافر. نظمت ورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق 9 ديسمبر من كل عام بقاعة الاجتماعات بالمركز الثقافي طبرق. وتخلل الورشة التي كانت برعاية مفوضية المجتمع المدني طبرق والنادي الليبي للعمل التطوعي إطلاق مفهوم المبادرة الجديدة للنادي الليبي للعمل التطوعي بعنوان شركاء في حماية المال العام، بهدف حث المواطن وتشجيعه على حماية الأموال العامة. النقطة الأخرى طبعاً في جهاز كويس وممكن أشياء للجوائز والمجتمع. أقيمت ندوة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد. الندوة هذه مشرف عليها النادي الليبي للعمل التطوعي وبرعاية مكتب مفوضية المجتمع المدني طبرق وبحضور العديد من السادة المهتمين بهذا الشأن. حولنا في ورقة تم إعدادها لهذا الغرض بيان تعريف الفساد وآثاره على المجتمع وعلى الأفراد وتكلفته التي يدفعها المواطن ونتائجه التي نلمسها في حياتنا اليومية، وكذلك بينا بعض النقاط التي يمكن من خلالها مواجهة الفساد، وأهم هذه النقاط هي توعية المواطن بدوره والتكلفة التي يتكبدها في دفع هذا الفساد وانتشاره وعدم الحد منه. نظمت في مدينة طرابلس أمس جلسة حوارية حول دور الطاقات المتجددة في التنمية المستدامة بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص، وتضمن برنامج الحوارية عرض ورقات عمل بعنوان التنمية المستدامة والطاقات المتجددة ومعرفة العوامل الداخلية التي تؤثر عليها، كما تهدف إلى الربط بين القطاعين العام والخاص لإيجاد الحلول الناجعة لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة. التقرير التالي والتفاصيل. دعما لإيجاد حلول ناجعة لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي، نظم المجلس الليبي للنفط والغاز والطاقات المتجددة بمدينة طرابلس جلسة حوارية حول دور الطاقات المتجددة في التنمية المستدامة، وذلك بحضور ممثلين عن مؤسسات الدولة ذات العلاقة والجهات الخاصة التي تعمل في هذا المجال. ليبيا تعتبر الأولى على مستوى العالم في الطاقة الشمسية، هذا بمعلومات موثوقة من وكالة ناسا الفضائية الأمريكية. نحن في الحوار هذا بإذن الله نطلع بخطوات ونقاش مثمر لحلحلة المشاكل الكهرباء ودخول الطاقة الشمسية في ليبيا ودعم الدولة القطاع الخاص. برنامج الحوارية عرضت خلاله ورقات عمل حول التنمية المستدامة والطاقات المتجددة ومعرفة العوامل الداخلية التي تؤثر على الطاقات المتجددة، وتهدف الحوارية إلى تشجيع القطاع الخاص نحو الإسهام في نشر الطاقة المتجددة والربط بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص في بناء قاعدة صناعية في هذا المجال والإسهام في التنمية المستدامة وخلق فرص العمل. العائق الأساسي اللي يواجه الشركات الخاصة ويواجه المواطنين أنهم يركبوا منظومات طاقة شمسية هي الأسعار. الأسعار تعتبر مرتفعة نظرا لسعر الدولار في السوق السوداء وارتفاعه، لو كان نجو نحسبوه بسعر المصرف ولا هيك ولا حتى أكتر شوية يعني يعتبر منخفض جدا وحل مثالي أحسن من الحل مثلا تاع مولد ولا هيك، لأن المولد مازالي بصرف في نافطة ولا بنزينة ويبي هو اهتمام به وصيانة دائمة وأصلا ما يعيشش هلبة يعني كم سنة وخلاص، لكن منظومات الطاقة الشمسية تعيش لأكثر من 25 سنة. الجلسة الحوارية سلطت الضوء على أهمية دعم القطاع الخاص وإيجاد آلية من قبل الدولة في حفظ تكلفة منظومات الطاقة الشمسية المنزلية للمواطن وفتح سوق الاستثمار في توليد الكهرباء من الطاقات النظيفة.
وصلت السيولة النقدية والتي تقدر ب 32 مليون دينار ليبي إلى مطار بني وليد المدني قادمة من المصرف المركزي طرابلس. وحسب المجلس البلدي بني وليد، فقد كان في استقبال السيولة عضو المجلس البلدي ومديرو المصارف التجارية في البلدية. هذا وأكد عضو المجلس البلدي بني وليد أن السيولة سيتم توزيعها بالطريقة السابقة عن طريق منسقي القبائل تسهيلا للإجراءات المصرفية وسرعتها. والآن ننتقل لنتابع أسعار العملات. ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. وزارة التعليم تجدد حرصها على سلامة المعلمين والطلبة في ظل جائحة كورونا. تسجيل 697 إصابة بكورونا و617 حالة شفاء. إقفال سجل الناخبين لبلديتي الرجبان والزاوية الغرب. بذلك مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية الرابعة. لمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا موقعنا على الإنترنت أو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. في أمان الله.